قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولصوتها الجميل أكيد نحن سعداء أكيد بهذه الوجوه الجميلة. ورشيدة الشنك لا تغادرينا يا رشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ما كنتش مستعدة، والله دهمتني. شكرا. أقول لكم ونحن على أبواب العيد، عيدكم مبارك وسعيد بالصحة والعافية إن شاء الله. صوت دمعة كآخر قطرة تدحرجني دمعتي في عنقي زجاجة ملأى بملامح مشوهة سالت على حواف ليل رجيم ينتعل خيباته ويركض خلفي ركضا مذعورة خطواتي تقتفي جلجلة العواصف العاتية كل المنافذ مغلقة والغبار يتساقط بشوارع مدني الخالية صفير يخدش وجه آثاري بين خلجان الظلمات كيف لا أعرف للعودة طريقا ناجيا كانت جنائز الغرباء على أكتاف القش تحملها زوابع المنتين يمشون صوب الاتجاه وخلفهم يمشي الأنبياء والمآدن والأولياء أتحصل بخوفي داخل القارورة كآخر قطرة تفيض بحر الدهول بقلبي الواجف أتقوقع عني علي وأرقب النعوش من حولي تمضي لا وجه للريح في مدن الخراب وشكرا لكم. شكرا لك غاليتي رحيمة.